قام سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة تفقدية لمشاريع تطوير البنية التحتية التي يتم تنفيذها حاليا في المحافظة الجنوبية. وخلال الزيارة أكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الأعمال التطويرية في ساحل الدور، مشيرا أيضا إلى أن مشروع سوق مدينة خليفة في مرحلة الدراسة التخطيطية، مضيفا أنه سيتم خلق مساحات خضراء بين المباني الموجودة في الأحياء السكنية، كما سيتم تكثيف التشجير في المنطقة بما يتلائم مع الخطة الوطنية للتشجير. بدوره أكد سعادة وزير الأشغال أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية، وذلك بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات واحتياجات أهالي المنطقة. وخلال الزيارة تم الاطلاع على مستجدات تطوير بعض الطرق، إلى جانب عدد من المشاريع التي ستعمل وزارة الأشغال على تنفيذها في الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية، وذلك ضمن الحزمة الثالثة لمشاريع الطرق والصرف الصحي والبلديات. هذا وسيتم تنفيذ 3 مشاريع لخدمة المنطقة الإسكانية في مدينة خليفة بما يسهم في تسهيل حركة التنقل والوصول إلى المنطقة.